السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الانفرتر 1 كيلو فولترونيك. نجرب نشغله ونقول بسم الله نشغل. ما بيشتغل. سبب المشكلة اللي فيه، أنا راح أترك هذا الموضوع الكل نشغل ما بيشتغل. نجرب مرة ثانية نشغل كمان ما بيشتغل. طيب منشيل جكة الطاقة نرجع مركبة. بس مجرد اني شلته ركبته اشتغل. هذا الخرج تبعه وهاي شاشته. تمام. يعني لكن ما واضح، شايف انا شايف الارقام اللي تبين عليكم، لانه انا فاكه هلا مفكوك البرد ما فيه اني ميله، لكن شغال. هذا هو هلا مجرد اني طفيه قطعت عنه التيار طفي. فبدنا رايكم انه وين المشكله بهذا الجهاز، اعتمادا على اللي انت شفته بهذا الفيديو. طيب انا راح ارجع وصل له التيار، وصلت مباشر واشتغل. تمام. طفي من الطاقة، بشغل طفي بكبس طفي بشغل، ما في نتيجة ابدا، ما بيطفى ما بيشتغل. بقطع عنه نصبر عليه شوي. برجع بشغل مرة ثانية ما اشتغل. نضغط كمان ما في اي نتيجة. عم شغل بطفي ما في. طيب برجع بشيل جك نفسه، هذا هو بركبه بيرجع بيشتغل. سهلة. فهي مشكلة الجهاز. هاتوا نشوف بالتعليقات. هلق منطفي رأيكم واقتراحكم. طبعا المشكلة بسيطة، لكن للتفاعل لحتى كل واحد هيك يعطينا رأيه. في كثير من الأعطال بتكون بديهية، بيكون الحل أمام عينك وما بتنتبه له، وبتصير بتفك هون وبتفك هون وبتفك هون يعني. والمشكلة هي ما بدها كل هالوقت وما بدها كل هالتعب ولا بدها هالعناء. رح نزل فيديو الحل. تمام. نعطي مجال انه الشباب يتفاعلوا على القناة ويعطونا رأيهم.
وننزل الحل إن شاء الله تعالى، وكل واحد يشوف إذا كان تعليقه أو رأيه كان خطأ أو على صواب. السلام عليكم.